السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هبدأ معاكم في شرح Inspire Biology Grade 9. أول درس عندنا Cellular Reproduction. من اسمه كده واضح إن احنا هنتكلم عن السيلز، الخلايا. احنا عارفين إن الخلايا زمان لم تكتشف أصلا إلا بعد اختراع الميكروسكوب، فمعنى كده إن هي حاجة دقيقة جدا جدا جدا، حجمها بيكون بسيط جدا. أوكي، ليه دايما الخلايا بيكون حجمها صغير، او ليه الافضل ان الخلية يكون حجمها صغير؟ عشان نعرف ده هنبدأ الاول نجيب الريشيو ما بين السيرفس اريا وما بين الفوليوم. ايه السيرفس اريا وايه الفوليوم اصلا؟ السيرفس اريا هو السطح بتاع الخلية اللي بيغطى بالبلازما ميمبرين. افتكروا معايا البلازما ميمبرين اللي هي الميمبرين او الغشاء اللي بيحيط بالخلية واللي بيسمح بمرور المواد داخل الخلية وبيمنع مرور مواد أخرى، وكمان بيطلع الويستس من داخل الخلية. طيب ايه الفوليوم؟ الفوليوم هو السبيس أو المساحة اللي بتكون فيها الكومبوننتس أو مكونات الخلية في الداخل. تمام، يا سيرفس اريا ده بيغطي الخلية من الخارج والفوليوم من الداخل. فلو جبنا الريشيو ما بينهم هنعرف ليه الخلية بتكون صغيرة أو ليه من الأفضل إن الخلية بتكون أصلاً صغيرة. طيب عندنا السيرفس أريا ليها قانون والفوليوم ليه قانون. قانون على أساس إيه؟ على أساس إن إحنا اعتبرنا إن الخلية في شكل كيوب، فإحنا لو اعتبرنا إن الخلية شكلها كيوب فهنقدر نجيب القانون بتاع السيرفس أريا وقانون الفوليوم. قانون السيرفس أريا هو length multiplying by width by number of sides. طيب فكروني كده، الكيوب كان عنده كام سايد؟ أخدتوها في الماث أكيد. الكيوب عنده 6 sides، 6 أوجه، وكل side فيهم بيساوي التاني، يعني 6 sides بتساوي بعضها. فهو لو جاب لي خلية مثلا اللينث بتاعها 1 هعرف إن الويدث كمان 1 وهعرف إن الهايت بتاعها كمان 1، يبقى كل sides بتاعتها بتساوي بعض. لو جاب لي خلية اللينث بتاعها 2 يبقى الويدث بتاعها 2 يبقى الهايت بتاعها 2 وهكذا. فأول حاجة هجيب لي الخلية حجمها 1 مايكرومتر، تمام، اللينث بتاعها 1 مايكرومتر. فأنا خلاص عرفت ان اللينث هضربه في الويد في النمبر اوف سايدز اللي هي 6، هيديني 6 مايكرومتر سكوير. الفوليوم ده القانون بتاعه هنعوض، هيديني 1 مايكرومتر سكوير أو كيوبيك مايكرومتر. الراتيو هتبقى 6 to 1، the ratio between the surface area and the volume. طيب لو اعتبرنا ان الكيوب كبر شوية واصبح اللينث بتاعه 2 مايكرومتر، ف 2 multiplying by 2 اللي هي اللينث في الويدث في النمبر اوف سايدز اللي هي 6، والفوليوم هنطلعه كده يبقى الراتيو 24 to 8. هنختصر هنا فيها 1، هنا لو قسمناها على 8 هيديني 3، يبقى الريشيو 3 to 1. يبقى هنا بادئين بالريشيو 6 to 1، هنا اصبحت الريشيو 3 to 1. طيب مين الافضل فيهم؟ الافضل الخلية الايديال او المثالية هي اللي بيزيد المساحة او المسافة او بتزيد الريشيو ما بين السيرفس اريا وما بين الفوليوم. يعني كل ما زادت الريشيو ما بين السيرفس اريا وما بين الفوليوم بتاع خلية كل ما كانت افضل، كل ما كان عندها قدرة على نقل المواد بشكل افضل، كل ما كان عندها قدرة على السيلولار كوميونيكيشن او التواصل الخلوي بشكل اكبر. تمام، لان كل ما زاد السيرفس اريا فكل لما البلازما ميمبرين اصبح قادر ان هو ينقل المواد داخل الخلية بشكل افكتيف او شكل فعال. تمام، كل كمان لما كان قادر ان هو يطلع الويستس بشكل افكتيف، اوكي، وهيكون قادر الخلايا الصغيرة برضو هتكون قادرة على ان هي تنقل المواد بشكل افضل، وهتكون قادرة ان هي ترسل الانستراكشنز او المعلومات لوظيفة معينة عشان اي خلية تقوم يعني بوظيفة معينة بشكل اسرع. كل ده الخلية في الخلية الصغيرة، يعني كده الخلية الصغيرة أفضل بكتير من الخلايا الكبيرة.
طب ما اننا بنتكلم عن الخلايا فلازم نعرف ان بداخل كل خلية نواة. النواة بداخلها الدي ان اي، والدي ان اي موجود في شكل كروموسوم. هل موجود في شكل كروموسوم بس؟ لا، موجود في شكلين، شكل كروماتين وشكل كروموسوم او شكل كروموسوم. كروماتين ده هو ريلاكسد فورم اوف دي ان اي، وهناخده دلوقتي لما ناخد المراحل بتاعه الميتوزيس هتعرفوا يعني ايه ريلاكسد فورم اوف دي ان اي. يعني هو شكل مخفف كده من الدي ان اي، بيكون بالشكل ده. لكن الكروموسوم اصلا انتوا عارفين شكله، بيكون الشكل ده، هو condensed structure that contain the DNA. اوكي، فهو ده شكل condensed اللي اسمه كروموسوم، وده شكل relaxed اللي اسمه كروماتين. ده بيكون في مرحلة الانترفيز، وده بيكون في مرحلة الميتوزيس. اوكي، بعد كده عندي حاجة اسمها نيوكليسوم. النيوكليسوم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفوسفيت جروب اللي موجود في الدي ان ايه، عنده نيجاتيف تشارج، ارتبط مع البروتين اسمه هيستون، هيستون بروتين عنده بوزيتيف تشارج. فلما الفوسفيت جروب ارتبطت مع الهيستون بروتينز كونت النيوكليسوم، والنيوكليسوم بترتبط مع بعض وتكون لي كروماتين فايبر، والكروماتين فايبر بيحصل لها سوبر كويل، يعني بتلتف حول بعضها وتكون لي في النهاية شكل الكروموسوم. نيجي بعد كده للسيل سايكل. السيل سايكل بتحتوي او بتتكون من 3 فيزز، الانترفيز، ميتوزيس، سايتوكايناسيس. عرفنا ان السيلز اصلا بتتكاثر عن طريق النمو والانقسام، يعني تكاثر الخليه بيكون عن طريق ان الخليه تنمو وبعد كده تنقسم. طيب ده حصل قبل كده او بيحصل ازاي؟ يعني مثلا ممكن نشوفه، ممكن نشوفه ويبقى ملموس في حياتنا ازاي. زي مثلا لما يحصل لنا انجريز او جرح، لما يحصل لنا جرح وبعد كده الجرح ده بيختفي، بعد فتره بيختفي. ليه الجرح ده اختفى؟ الجرح اختفى لان انا الخلايا بتاعت جلدي اتجددت، الخلايا القديمه انقسمت، الخلايا القديمه انقسمت وكونت خلايا جديده، فقعدت تنقسم وتكون خلايا جديده، خلايا جديده لحد ما الخلايا القديمه اصبحت مش موجوده اصلا. هي الخلايا القديمه اللي كان فيها جرح اصبحت مش موجوده وتكون خلايا جديده ما فيهاش اي جروح، فبلاقي فجاه الجرح اختفى. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن السيلولار ريبرودكشن. كل خلية بتنقسم لخليتين، وكل خلية بتنقسم لخليتين، وهكذا. طيب نبدأ في مرحلة الانترفيز. مرحلة الانترفيز بتنقسم لثلاث مراحل، G1S G2. طيب بيحصل فيها في كل مرحلة فيهم حاجة مميزة. طيب أول حاجة الـ G1 بيحصل للخلية ان هي بتنمو، يعني بدل ما الخلية كده مثلا حجمها بيكبر، فهنا حصل جروينج للخلية. طيب بتقوم بتخلي الخلية ان هي تقوم بوظائفها بشكل فعال، يعني هي بتخلي الخلية تقوم بالنورمال فانكشنز بتاعتها، وبعد كده بتجهز الخلية عشان يحصل لها ريبليكيتنج او تضاعف. تمام، ريبليكيتنج للدي ان اي، نسخ للدي ان اي. طيب نيجي لمرحلة الاس، مش هي خلاص هنا حصل لها preparing to replicate DNA، هنا بقى هيحصل replication للDNA، يعني هيكون هيحصل هنا تكوين نسخة من الDNA. اوكي، بعد كده هنا G2 بتعد بقى الخلية عشان تدخل في مرحلة الميتوزيس. طيب هنا الرسمة بتوضح لي كل خلية بتعمل او كل مرحلة بتعمل ايه. يبقى كده مرحلة الانترفيز بيحصل فيها ان الخلية بيحصل لها growing، بتعمل duplicating للدي ان اي، بتضاعف عدد دي ان اي، بتجهز الخلية للديفيجن او الانقسام. ندخل على تاني مرحلة من السيل سايكل وهي الميتوزيس. الميتوزيس هي الستيج او المرحلة اللي الخلية بتنقسم
اللي بيحصل فيها انقسام للماتيريالز بتاعت النواة اللي في الخلية. يعني هنا بيحصل انقسام لإيه؟ للماتيريالز أو النيوكلير ماتيريالز، يعني المواد اللي داخل النواة هي اللي بتنقسم، النيوكليس بتنقسم، فبالتالي نيوكلير ماتيريالز بتنقسم. اوكي، هنيجي بعد كده للسيتوكايناسيس اللي هي اخر ستيج في السيل سايكل، وهتعرفوا ان الخلايا نفسها هي اللي بتنقسم، السيتوبلازم هو اللي بينقسم. يعني هنا في الميتوزس الخلية مثلا لو هي كده بتبدأ، ان هي الخلية كده مثلا وفيها نواة بتبدأ تنقسم، والنواة بتنقسم، وبالتالي الماتيريالز اللي هنا بتنقسم. بعد كده في السيتوكايناسيس دول تمام بينقسموا، والسيتوبلازم بينقسموا، فبيتكون الخليتين منفصلتين تماما. يبقى في الميتوزس اللي بينقسم النيوكليوس اند النيوكليير ماتيريال. الاورجانيزمز بتستخدم الميتوزس في ايه؟ زي ما اتفقنا قلنا تو ريبليس دامجد سيلز، عشان تبدل الخلايا الدامجد. طيب عندنا ستيجز للميتوزس، عندنا البروفيز، الميتافيز، الانافيز، التيلوفيز. نيجي لاول حاجه، تعالوا نشوفها من على الرسمه، نشوف السايكل بتاعت الميتوزس، هنشوف بقى السيل سايكل كلها. اول حاجه احنا بدانا بالانترفيز، وقلنا الخليه بتنمو فيها، بيحصل ريبليكيتنج للدي ان اي، واتفقنا ان فيها الكرو او الدي ان اي موجود في شكل ريلاكسد اللي هو الكروماتين. طيب زي ما انتم شايفين في هنا نيوكليوس نواه، في هنا نواه، وفي حول النواه اللي هو النيوكلير ميمبرين الغشاء النووي. فالكبيره دي النواه وحواليها الغشاء النووي بتاعها، وفي هنا النيوكليوس او النواه، وفي السيتوبلازم، والكروم الدي ان اي في شكل كروماتين. ده في الانترفيز. تمام، يلا نشوف، هندخل على الميتوزس اول مرحله في البروفيز ونشوف ايه اللي حصل، يعني ايه الاختلاف اللي حصل من هنا لهنا. اول حاجه زي ما انتم شايفين ان الدي ان اي اصبح في الشكل الكوندنسد بتاعه اللي هو الكروموسوم، ما بقاش كده بشكل اللي هو الكروماتين، لا اصبح في شكل كروموسوم. تمام، مين اللي اختفى هنا؟ النيوكليوس ما بقتش موجوده، النيوكلير ميمبرين ما بقاش موجود. امال شايفين اتكون مكانه ايه على الطرف كده؟ اتكون ايه؟ هيبدا يتكون عندي حاجه اسمها سبيندل اباريتوس. ايه السبيندل اباريتوس ده؟ تعالوا نشوف. السبيندل اباريتوس ده عباره عن ايه؟ عبارة عن ثلاث حاجات، أستر، الخيوط دي اسمها أستر، والخيوط الطويلة دي اسمها سبيندل فايبرز، واللي على الأطراف دول اسمهم ايه؟ اسمهم سنتريولز. فكده السبيندل أبارتس لما تسمع كلمة سبيندل أبارتس تعرفوا ان هي بتتكون من ثلاث حاجات، أستر الخيوط القصيرة دي، واللي على الطرفين دول اسمهم سنتريولز، وبتتكون من الخيوط الطويلة دي اللي هي سبيندل فايبرز. تمام، فدول بدأوا يتكونوا فين؟ بدأوا يتكونوا في البروفيز بتاعت الميتوزس. اوكي، فكده عرفنا نتكون النيوكلير ميمبرين ديسنتجريت او خلاص تلاشى، النيوكليوس ديسابير اختفت، الكروموسوم حصل له كوندنس، والسبيندل ابارتس هتبدا تظهر. طيب بعد كده هندخل مرحله الميتافيز، ايه اللي حصل فيها؟ ان خلاص بقى اتكون تماما السبيندل ابارتس، تمام، وبدا ايه اللي يحصل؟ عارف شايفين الكروموسومز دي بدات تصطف على الاكويتر بتاع الخليه، يعني بدات ان هي تنظم نفسها على خط استواء الخليه او على منتصف الخليه. ده في الميتافيز. ليه عملت كده؟ عشان لما تيجي تنقسم تنقسم من المنتصف تماما، يبقى كل جزء من الكروموسوم اللي هو الكروموسوم بيتكون من اتنين كروماتيد، يعني ده اسمه كروماتيد وده كمان كروماتيد. تمام، فالكروموسوم هينقسم، كل كروماتيد
هيروح في اتجاه زي ما انتوا شايفين كده، ده مرحلة الانافيز. الانافيز كل بدأ يحصل ايه، السبيندل ابارتس حصل لها او سبيندل فايبرز حصل لها شورتن، قصرت بقت قصيرة كده زي ما انتوا شايفين. فلما قصرت سحبت الكروموسوم وقسمته من المنتصف، قسمته من المنتصف بقى لكل كل منتصف اللي هو بنقول عليه كروماتيد راح في اتجاه. تمام، يبقى فرقوا ما بين كلمة كروماتيد وكروماتين. الكروماتين اللي هو ده اللي هو الريلاكسد فورم اوف دي ان اي، لكن الكروماتيد اللي هو الجزء من الدي ان، جزء من الكروموسوم، الجزء الواحد او الستراند الواحد من الدي من الكروموسوم بنقول عليه كروماتيد. فكده الكروماتيدز راحت لكل بول او لكل قطب من اقطاب الخليه في الانافيز. في التيلوفيز اللي هي اخر مرحله في الميتوزس زي ما اتفقنا، اللي هيحصل النيوكلير بدات تظهر تاني، النيوكليس قصدي بدات تظهر تاني، النيوكلير انفيلوب او النيوكلير ميمبرين بدا يظهر تاني، والكروموسومز هيحصل لها دي كوندنس. يعني هنا كانت بادئين ان هي حصل لها كوندنسد، لا هيبقى هتحصل لها دي كوندنسد. تمام، هناخد يعني هناخد اصلا الكروماتين اللي هنا هيروحوا في نواة، والكروماتين اللي هنا هيروحوا في نواة، عشان كده حصل للكروموسوم ان هي دي كوندنسد او فكت التكثيف بتاعها، ما بقتش مكثفة يعني. تمام، فكده الخلية النواة بتاعتها انقسمت والماتيريالز او النيوكلير ماتيريالز انقسمت. طيب نيجي لمرحله السيتوكايناسيس اللي هي ثالث مرحله من مراحل السيل سايكل، دي اول مرحله في السيل سايكل. تمام، كل دي الميتوزس، كل ده ميتوزس اللي هو ثاني مرحله في السيل سايكل. ثالث مرحله في السيل سايكل اللي هي السيتوكايناسيس، اللي بيحصل في السيتوكايناسيس الخلايا بقى بتنقسم تماما. تمام، السيتوبلازم بتاع الخليه نفسه بينقسم، يعني هنا النواه بينقسم لكن في السيتوكايناسيس بيحصل انقسام للسيتوبلازم. طيب ده بيحصل في كل الخلايا، في كل انواع الخلايا؟ الانقسام التام ده بيحصل في كل انواع الخلايا؟ لا، بيحصل فقط في الانيمال سيل، في الخلايا الحيوانيه. في الخلايا الحيوانيه بيحصل انقسام تام للخلايا، بيتكون هنا فيرو او اخدود كده او تجويف قادر ان هو يقسم الخليه لنصين. لكن في البلانت سيل، لان الغشاء اللي حول الخليه بيكون صلب جدا، بيكون حواليها غشاء صلب، فبالتالي الخليه النباتيه ما بتنقسمش بالشكل ده. امال بيحصل ايه؟ بتكون سيل بليت او صفيحه كده خلويه ما بين الانويه، يعني بتنقسم بالشكل ده، كونت هنا سيل بليت وكده، هي كده انقسمت. شكرا، خلاص اوكي، عشان زي ما اتفقنا ان الممبرينز اللي حواليها بيكون صلب جدا، فمش بينقسم بالشكل اللي بتنقسم بيه الخليه الحيوانيه. طيب خدنا السيل سايكل وشرحناها. طيب هل السيل سايكل دي بتقوم بوظيفتها كده لوحدها، يعني بشكل عشوائي تكرر من نفسها، هتبدا السايكل وتكرر من نفسها هتنهي السايكل؟ اكيد لا، اكيد في حاجه مسؤوله عن بدايه ان هي تدي سيجنال ان السايكل تبتدي، وكمان تدي سيجنال ان السايكل تنتهي وهكذا. فعن ايه اللي متحكمين في السيل سايكل او ايه اللي بينظموا السيل سايكل؟ عندنا حاجتين، عندنا بروتين اسمه سايكلينز، وعندنا انزيم اسمه سايكلين ديبندنت كاينيز. يبقى بروتين بيرتبط مع انزيم، البروتين اسمه سايكلين والإنزيم اسمه سايكلين ديبندنت كاينيز أو اختصاره سي دي كي، بيرتبطوا مع بعض عشان يبدأوا بقى الأكتيفيتيز بتاع اللي بتقوم بيها كل سايكل في الخلية. تمام؟ طيب يبقى هما الاتنين دول بيرتبطوا مع بعض وبيدوا سيجنال عشان الخلية تبدأ، وكمان بيدوا سيجنال إن السايكل أو المرحلة بتاعت الخلية إن هي تنتهي. طيب تمام، لما الخلية بقى تبدأ هل بتقوم بوظيفتها بشكل عشوائي؟ يعني مثلا مرحلة الجي 1 تقوم بوظيفتها اللي هي تخلي الخلية يحصل لها جروينج أو تنمو لوحدها،
ولا في حد محتاج ان هو يعمل تشيك او مراجعة على وظيفة الخلية؟ يعني المفروض الخلية مثلا، ما انت يا خلية مطلوب منك في السايكل دي ان انت تعملي 1 و2 و3، تمام؟ مين بقى اللي بيعمل تشيك على 1 و2 و3 دول؟ هل الخلية عملتهم، هل ما عملتهمش، وهكذا. عندنا حاجة اسمها quality control checkpoints. ال quality control checkpoints دول بيروحوا لكل ستيج من ستيجز بتاعت الخلية، تحديدا في الانترفيز وفي مراحل الميتوزس، بيروحوا يتأكدوا ان الخلية قامت بدورها الصحيح. يعني يروحوا عند الجي 1 يسألوها هل الدي ان ايه حصل له مثلا دامج، يعني الدي ان ايه حصل له مشكله، فتقول له لا الدي ان ايه سليم، يقول لها خلاص جو انتقل للمرحله اللي بعد كده. ممكن يسالها سؤال تاني يقول لها هل الدي ان ايه حصل، او هل الخليه حصل لها جروين، فتقول له اه، فيقول لها خلاص انطلقي للمرحله اللي بعدك، تمام. يروح المرحله اس يقول لها الدي ان ايه حصل له ريبليكيتنج كوركتلي بشكل صحيح، تقول له اه، يقول لها جو انتقلي اللي بعد كده. يروح للجي 2 يقول لها كل الدي ان ايه حصل له ريبليكيتد كله، تقول له اه، يقول لها خلاص جو انتقلي للمرحله اللي بعد كده. يسالها مثلا اي سؤال بقى خاص باي ستيج، يقول لها مثلا هل الكروموسومات ارتبطت بالسبندلز بشكل صحيح، يعني هل ارتبطت بالسبندل. الكروموسوم اصلا احنا اتفقنا ان هو عباره عن 2 كروماتيد، في المنتصف حاجة اسمها سنترومير، فالمفروض ان الكروموسوم يرتبط بالسبندل فايبر عن طريق ايه؟ عن طريق السنترومير ده. ليه؟ عشان ينقسم من المنتصف تماما، فيتأكد هل الكروموسوم ارتبط بشكل صحيح بالسبندل، ولا مثلا ارتبط بالشكل ده مثلا بعيد عن السبندل، فيروح يتأكد. لو ارتبط بالشكل الصحيح من السبندل او من السنترومير، فيقول لها تمام كده انطلقي للمرحلة اللي بعدك وخلاص كده. لكن هو مش موجود في السيتوكينسيس، يعني الكواليتي تشيك بوينتس موجوده في ال3 مراحل بتوع الانترفيز، وموجود في الميتوزيس فقط. بعد كده على الرغم من ان عندنا انزيم وبروتين بيبداوا السايكل بتاع الخليه وينهوها، عندنا الكواليتي تشيك بوينتس بتتاكد من ان الخليه قامت بدورها صحيح بشكل صحيح، الا ان لازم هتحصل مشاكل، لازم الخلية يحصل فيها خلل. يعني مش لازم او مش ضروري يحصل، بس كتير بيحصل خلل في السيل سايكل، او بيحصل خلل في الخلية، الكواليتي تشيك بوينتس ما بتقدرش ان هي تتفادى وتتلافى الخلل ده. وكمان ممكن الكواليتي تشيك بوينتس دي نفسها هي اللي يحصل فيها مشكلة، فبالتالي ما بقاش عندنا حد في الخلية موجود ان هو يتأكد هل الخلية قامت بدورها بشكل صحيح ولا لا. من ضمن الابنورمال سيل سايكل، او اللي هي دورة الخلية الغير عادية بقى اللي بيحصل فيها مشاكل، الكانسر. ايه هو الكانسر؟ احنا اتفقنا ان الخلية بتنمو لخليتين والخليتين، وكل خلية لخليتين، كل خلية لخليتين، كل خلية لخليتين، وهكذا. ده المفروض الستيبس الصحيحة لنمو الخلايا. نيجي ندور نلاقي خلايا بدأت تنمو بشكل uncontrolled، شكل غير متحكم فيه، بدأت تنمو كتير جدا جدا وبسرعة. فكده الكانسر ده هو uncontrolled growth and division of cells، تمام. هو حصل هنا ايه؟ حصل failure in the regulation of the cell cycle، حصل فشل في تنظيم السيل سايكل او تنظيم دورة الخلية، تمام. when unchecked، لما هي بقى لم ما يحصلش تصحيح للنمو اللي هو النمو الغير متحكم فيه ده، لما تفضل تنمو كده ومفيش بقى الكنترول تشيك بوينتس تيجي تصحح الخطأ ده، فبالتالي هنا الكانسر بيبدأ يتكون، تمام. الكانسر مش بس للأسف بيأثر على الخلية اللي هو حصل فيها، ولكنه بيأثر على كل الخلايا المجاورة، لأن الخلايا عمالة تنمو 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 وتأثر على كل الخلايا اللي حواليها. فبالتالي الخلايا الابنورمال دي هتأثر على الخلايا النورمال اللي جنبها، فبالتالي هتسبب مشكلة في التشوز او الانسجة بتاعة الجسم، تمام. اسباب الكانسر بتبقى مختلفة.
بتبقى بسبب ميوتيشنز، طفرة بيبقى بسبب تغير في ترتيب الدي ان ايه مثلا، سبب مشكلة، سبب الكانسر، وممكن يكون بسبب environmental factors او عوامل بيئية. عوامل بيئية زي مثلا التعرض للتوبيكو، تبغ حد مدخن، او في مش حد مدخن بس هو second hand smoke. يعني ايه second hand smoke؟ يعني شخص بيجلس كتير مع اشخاص مدخنة، متعود يجلس مع اشخاص مدخنة، هو مش بيدخن ولكن اكيد هو اخد التوبيكو من الاشخاص المدخنين. تاني حاجة التعرض للالترا فايلوت، اشعة فوق بنفسجية من الشمس، في الوقت اللي هو ما بين وقت الظهيرة ده اللي هو وقت بعد 10، بعد الساعة 10 الصبح مثلا وقبل العصر، ده بيكون الالترا فايلوت فيه بتكون شديدة جدا، فالتعرض في الوقت ده للشمس بيكون مضر. لو احنا مضطرين ننزل في الوقت ده فاحنا لازم نتفادى الالترا فايلوت دي بان احنا نحط مثلا سان سكرين لما ننزل الشمس، ونحط سان سكرين على الاجزاء اللي باينه مننا، وشنا، ايدينا، اي جزء باين مننا او ظاهر هنحط عليه سان سكرين. التعرض للاكس رايز، الاكس راي اللي احنا بنعملها مثلا لما يكون حصل مشكله في البونز عندنا او العظام فنروح نعمل اكس راي، التعرض الكتير للاكس راي بيسبب كانسر. تمام، فعشان نتفاداه بنلبس كده جاكيت من الليد او الرصاص، يعني ممكن يفادي الكانسر او يفادي تلف الخلايا الى حد ما. المواد او الايجنتس او العوامل اللي هي بتسبب الكانسر اسمها كارسينوجينز، اللي هي المواد المسرطنه او العوامل المسرطنه. اخر حاجه عندنا حاجة اسمها apoptosis. apoptosis هو يعني ايه؟ معناها هو programmed cell death او موت خلوي مبرمج. يعني ايه برضو موت خلوي مبرمج؟ هناخد مثال عشان يوضح لكم الفكرة. احنا مثلا في ايدينا، بصوا كده على صوابعكم، هتلاقي الصابع في ما بينه فراغ والصابع التاني وهكذا، الصوابع في ما بينها فراغات، مش عاملة ويب كده أو شبكة، لأ في بينها فراغات. طيب الفراغات دي المفروض إن هي كان يتكون فيها خلايا زيها زي الأصابع، زي الإيد، زي كل حاجة، المفروض كانت إيه تتملي بالخلايا كده. تمام، بس إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بنيجي في مرحلة معينة أثناء النمو بتقوم الخلايا اللي ما بين الأصابع دي يحصل لها ايه؟ ان هي يحصل لها شرينكل كده، او تتجعد او تضمر وتموت، الخلايا دي تموت. فطبعا ده بيكون الافضل، لان ايدينا كده بنقدر نقوم بوظائف اكتر لو صوبعنا بالشكل ده، اكتر من ان هي تكون ويب او شبكة. كمان التوز او اصابع رجلينا برضو نفس الحكاية، ان هي ما بين كل صابع والتاني في مسافة او في فراغ. ليه فراغ؟ ليه ما تكونتش على شكل ويب او شبكة؟ علشان برضو حصل لها apoptosis او موت خلوي مبرمج. تمام، في كمان في البلانتس، احنا عارفين ان كل سيزون، كل اوتم او كل خريف بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ان النباتات بتتساقط. النباتات بتتساقط ليه؟ لان هنا الليفز او الاوراق برضو بيحصل فيها apoptosis او موت خلوي، بيخلي الخلايا ان هي تتساقط في فصل الخريف. تمام، فدي امثله على apoptosis او البروجرام سيل ديث. كده الدرس خلص، قلنا فيه المعلومات المهمه، اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا.